السلام عليكم موقال كان لباد وكدوين هي كي هوري وحونا وطا حقائق دولك تالا وحذار كدون تان موقال لقذا حرماس لغا سوقاضي يدوين كأي بحيان و اي كسوريهين وحي ليهين وشيطان جذو بخور كبري الله شيطان كم جذو كسورنا عبد الله من الشيطان رجيم وحاد موقال كان كدا وندون تا وحاذن وليغا أرق وحان وريساني او معلومات اي حقائق أرقاق حلنسيي قبر مدد دور مالين كهر نصيب حوم هالكاس لقيي وحا اي كسو أرقتي ايينا لو ذاقي دون تا عدك اذا ايان مقلي دوننا اي حالة دي قميسيغا اي شعوذة دي كجر دي قوبهاز اي سيدا اي اغطو من ايان حرمة دا اي كرامات قفك مسلمكا بيهي مدكا ميدا با أرضي ومركي أرضي وحالير إلا وإلا ما بحيست waa yama yeyna ordeer ta marka way isdifdileen oo dhulka isla dhacay gaabardi gabdhii iskuurad kaantay qabteen ee ciyeen gabadhii waxay leedahay war aan maskaxdeeda way joogtaa war iga fuqa war iga leexda ama yaa jinniya qabtaa gabadhii inta la isku gutay ee naagii dileen ee qabtay gabadh markuu dagaaltamay naagii mid kamid ku duuftay feer iyo waxa sal dhaceen saas miya haa oo soo baxday gabadhii meela la qabtay waa la xirxir meela la geeyay allah car soo dhaqaaq gabadhii afkeen furatay way idilayaan way gumaysanaan aniga maskaxdeeda way joogtaa aniga jinnimi ahee inta ahay iga leexda shiiq rusheey shiiq looga tagay meesha shiiq rusheey uu baxay midka looga tagay walaalkiis ahaa tubaha soo qaato gabdhaha suquurta uga qaaday samiya hala karo umadina waa dhoobanta meesha waa la dilay gabadhii si loo dilayay waxa laga keenay waa kubariya sheeqo bas macalino way dilina laga keen gabadha soo dilaya runtii markii hore waxaan u maleeyneynay dad caadi ah laakiin xogaa jahli iyo khuraafad arrinkan u geeyay laakiin maanan ogeyn inuu yahay mashruuc sharween xambaarsan xalaqadan wax kale ugama hadlayno waxaan diirada saarayna hal meel waxaan qaadaa dhigaynaa muuqaaladaas iyo codadkaas ee gabadhaas goob joog ah nala wadaagtay si ay ummaddu in dhaheeda ugu aragto waxa meeshaas ka socdo هادان وحير دب اويرا لابان قيبتي هوري الحمد لله ضد بذن ايا كدير سدي ارن كان وحوم وجنايا ومداس مسلم كا ان اين اقالين خرافات كان لكن وحي ايقو يابك بدنا اياها ان دد حتى قرابة ام اصحاب لوة اي دهان عمر وانقنها ان رقاس اي خرافات وذان لكن امي كوسو اديك سدين جن ايا صحراء ان ايكو ديبان ايان كبقينا حتى كومنتيا ضد قار ايكو سوقارين ارن كان رنتي وان نصيب حما ان اي جيران دد سداس امنسن إن بني آدم لا يلأوض أنا لهين كواس أوهن من بيت العنكبوت ويكد ضعيف سيهين قريق عارضة آمن دا إن مشعوة ضعيفة وجنئ سحرة كاشنكرة كدبن قف مسلمة لبكرة وامد لقو قصل رنتي وحاجر هل قف وإلهي أصخري إن أدك سنكر جنيغا وأنا سليمان عليه السلام عد كالي الله صخري أما عد كالو جني أدك سنكر تمجر أرن كان أقو نبيغا صلى الله عليه وسلم أيا مالي وحاك فدي ابن عباس أو أهني دالي يرأى كدبنا وحكويري وحان كبار دور كلمدود دور كاس كلمدود وعقيدة وقفك مسلم كاكو صعدة أو إن عد كل إبكرت إني جرين هذا بهر نعاس كدب أن موقال توس أقلنا أنا وكو بلا بينا موقال كان كبري الله شيطان كم جذوك صورنا عبد بالله من الشيطان الرجيم علاج الدار الطوبة عبد بالله من الشيطان الرجيم واسون لا سوقري قبدان بوقتي حرنتان دار الطوبة أولي هاي ننك لغو مقعابة رشاية ياري وحاكو صوران وحلو شايقي إن الشيطان هاي صحرا ذرنتي يا مشعوذين تا وحلو يقان أونسيقة بخوركا وحوال بأولاقيقية وانا وحاكا سعد حرنتاس نصيب حما كان محاوا وبضو وينه إيه ولا شيء ذنايا أمس عمل الله شيء ذنايا مفيد قاعيسا كوب بحيس كوب يا الله سنكي أفكده يعني كأجلنا الربع كوب أنتي قديك كان سنك على سك شو واقو شو ليه مش ترجي محق قرن ذي هبين مجاية ذا كقرن صور ذا كصورا مركز أركته طبعا وحاسد توس كوب صور مايا وحاس حر ذا إيه كوب مشعوذين تا استعمالان تصال أهان وحق قرن دهن الكباريت في احتراق العفاريت دفن لوجو بهاي عفاريدة أعوذ بالله صور هذا مركلة إلى فيريا هذا ما كشا كين كرتا وح ودريمي كرا قف ليري جن آيات قبتا كدبنا لسي سنتاس والشيطان كوسورين هاي نحذين نوعاء هي عذر إنتال أك أيو دريمي قف كاس كان أرك وح بقرن هذه جد مص والسحر والعين ويه وحلا يا رأس كتا تابتو مديد عمله إيه سحر كا يعني أنت إيش إيوه حصل على داوينا مفنتي
يا إله العالمين وروح أصلاً ما قبنا من لقلا يحدو يا قيو وأجانينا لكن حقبنا صبرت أفر يا رتوح كجرينا أو بعد جرتي أخو أفر والله سجلي يا رتوح صدق لا لا يا وحصواي 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 وحص أعوذ بالله يا وحصواي بذو ما لا بارت كف يوصل هاكله يا أخ وحير تجابد أقوين نين كان هورتنا ذاك موغدا وحو أها سيدا رقا صوكالة وحو ليه جيري داتك أيان جينيك كبحيا لكن هو إساقب بحي مشروعان وحو يري إنتي آن ماشا جوغي وليغي إيما إيمان قف أقوان له مركا هوري يعني وحو قد لارانايا إن جيني أيا قف كادلي أي تاي بين آن راد لهين سيدا أساق أوليهي تجابة أهان أيان أوركي وحو يري dadk ee iman jiray waa dadka ugu cilmiga yar ugu aqliga xun ugu jahilsan oo waliba ku tilmaamay sudaj wa mughaffalin laakin takallum aljin ala alsinat alnas uqsimu billah ma jani illa tabaqa wahda tabaqat sudaj wal mughaffalin waliga ima iman ayu yiri aalim ima iman takhtar ima iman hatta ilmani an ilahi husaynin ima iman ayu yiri ma jani aalim qal fiya jin ولا طبيب قال فيه جني ولا علماني على ما يقول يقول هذا ما يذكر الله طيب العلماني ما بيذكر الله ليه ما جاني وقال فيه جني ما جاني كافر قال فيه جني هذا بتجابد أقوين السمية وحيري وحقي إماضي هوين إلى لبا تنصنا أيو جني الأرباح إتابتي إدلي كديما مركو إدي يعني سدوكو الأرباح سدوكو تابتي وحيتري ما أقالنا هوين إذا آياتري هذا بسئد أقاته إن وح أن شيء أي حقيقته قرآن كي يقو آخره كدبنا والله جهدلي وحير أوكي صافر يسم قرآن كم آخرين وحن كو آخري هذا الاسكسدان وكلاه بسم الله الرحمن الرحيم كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول تفو والله تصيح قلت يوم بهذا شعر شعر ما هو قرآن وحيري كدبنا والقد حقيلي أرنك أهو عمو جنايا قرآنكو إنو ناهين شيء أما وحقف هدلغو أخري وقباية قرآنكو هادقناني هدو سيدان أركدونا مركان لينها أيقا سبب وحالة داس قبلها إسكو لحياة عايو وحا أي بوفينايان أوغيد وامد نوه مغطرونتي إن أيقا سبب ويهين سيدا قبلان أي نو شيق دونتا قبل عادية أو آنا وحبقبين أيا مركي قوب تاستقان وحاس أي قيقينايان أوغيد صوحايو كدبنا وحان اي مسكحة كالقلايان واني سوصو الله باندونا لكن عنده جيسان عد كان اي قبطاس نلاو ذاكتي مركالي هورتا عانيقا ميشو والي اقيي ان ميشو حاواي ميل نمبر لوغو سنايا واي اكتر عمل واي نمبر لوغو سنايا ان محل احاي نمبر كيان قوستي فيلان قلني فيل كيا سوقي نمبر كيا مركلوسو آده والي اقابلي شيخا اقابلي شيخ رشيو ياري marka dhaqtar amal alo galgalaya qolka qof maru galaa oo kasoo baxaya qof waa la wareesanaaya aniga waa galay waa la wareestay wax sidii xanuunku u yahay u sheegay aniga maxal dhaa hurdada waa ku soo naxaa wax amal indheeg amal waxa sawirnaayna arkay amal wixii aniga qaba sheegay ka bacdi warqada la soo qoray lix sadar waxa la soo qoray daawo ah farmashiiga tagaa laygu dhahay farmashiiga tagay farmashii waxay ugu dhaheen aan daawada sidoo lagu talagalay isticmaaleysa daawada waxyaalo baqoor iyo wax sadhisma marinaayo tir badan ay ahaayeen iyo mid lacabay oo malab amal ku jiro la soo baxay daawadii soo qaatay ka kuwi lacabay markaa cabay aaniga dhan waxaan noqday hal qaada laga cabay lagu dhaa wax malab uu ku jiro iyo daawad kale isku jiraan hal qaada ka cabay lagu dhahay halkii qaada markaa cabay habeenka sakaraadka noqday horto hal week sariira saarna aniga waxa ku waya sakaraad cabana noqday bukaan socda iska noqda aniga dhan habeenka waa sakaraad far waan u xiway yaa og meega qof ayaa ku seelcaday suntaas ay qooshayaan saliid bukhur toon wax la isku qasay wax qaab cilmiyeysan aanan ku imaanin kadibna qof kale leeyahay cab hadaba gabadhaan markay meesha tagaysay markay booqanaysay waxba ma ayna qabin laakiin waxay ku dhacday dabinka mashruucaas sharta ee cudurrada iyo sunta lagu faafinayo sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha loo soo qoray gabadhan waxaa ku qoran waa dhir lagu daaweeyo sixirka isha
ماسكا طبعا ننك بحناية وأوقي هيسيب بقول كبا بقول إن أبين شيء وحان إن أين وحبك كجرين وأوقي هاي الساق أيا أوق وحان إني خرافاتي هين لكن هو مشروع طبعا وإني كوريكتان صدح ذا الشيء غيبك أنا لا أقول السحر يجني عد بني آدم أو تقاننا ملاهن هوش نظن ماهن إن أرن كان اسكو مشغولين وحان ليه كرنا أنقو حقائق داس كاشانين رقاس وحي قارين مرحلة أي أول إمانتي كلية إن أي سميستان سانم ير ولوغو مقعاب السحر جني كدبنا إيه هوس فريستان أفر إلا با تنسع وحمس كحدوذ كجروا السحر جني كون كان وحما ملايب إن أيهين صدح ذا شيء دعاءً أي سميستين إيجارك كقرن اللهم عليك بالساحرين والساحرات والحاسدين والحاسدات أي صورك متكمد الرقاص إن آذن وحك لك فكرين إن آذن عافماد نيدا ذقشنين إن أفر إلا باتنسع سحر إبلاي أتك فكرته بسنك تن أرقادي مجدد ألاك تاني سليد لبطان سليد الهواء لسكودرانو لبطان سليد سيد الحسد يوحاك الله سيتو الشفاء على الله على وضعنا حب سكوكا صار هاي هبين كمرصو مركا هبين كمرصتيدنه لي صباح ذي لوقت يقوم بدو هبين كل صباح ذي عمر سنة لي ده هاي مركا مرصتيدنه باف أقول حق بي سنة الله باف ملأ أقول إنها مسكوك قويس تبيا سحال ربع إن عمير أو ضد مرين كشوفت القرآن أكتر أمد ذو أنت سو قرآن صافات ذريات دور نجمي مرسلات نازعات مطففين بروش انت اسو قرانا كبخدا لا marka dhulka ma loo ogolay musqul wax ma loo ogolaalay dhax ku taanti tan aku soo hartay fudu billahi min shaytan rajim jiddo qobey saliid hasad kal ugu daweynaayo waligeen ma aragteen saliid hasad kal ugu daweynaayo ma qiyaas kartaan meesha uu xaalka marayo waxay rabaan in ay nagu qanciyaan quraankii ayaan saliid u bedelnay kadibna ku shubnay caagadan yar taaso ah sida ay leeyihiin saliidaas waxaa laga soo lisay suuratu saafat adh-dhariyat ila suuratu al-buruj lagu geeyo kadibna caagadan ayaan ku shubnay quraankii ayaan saliid u bedelnay kadibna ismari shaki ma kaaga jiro waxa meeshan ka socda in ayna islaam iyo quraan shaqo kulayn in uu yahay shacwada in ay tahay arrinkan shaki ma kaaga jiro sidoo kale suntaan waxa ku qoran تعالج المس والسحر والعين صباح ذي قاضو على الريق كو قاضو يعني أذقو أنا وحكا لعنين كان أرق وحكو قرنا ذي جدو مس والسحر والعين ويه sababta ay arabiga ugu qoreen dabcan waa yeyna dadku fahmin dadka aadayna intooda badan waa ma mooyin aanan arabiga aqoonin qadarinta soomaalida ee luqadda arabiga qadariyan ayay uga faa'iideysanayaan in ay shartaas aanan taariikhda lagu arag u dusiyaan kuna qaraabtan sidoo kale هذا برجان وحكى لهدينا سمينين وحا شر وغفلان سيدا اي قرآنك اغو عياريان تحريفك اغو سمينايان ان اي قرآنك بكوحيرين كلية ان هوشي ساي تاي ارن كان ماشان وحاد اركي دونتا حقيقة دي ان كوشيغني مقالكي هوري ان قفك حرومها سبوقان ايو او كسو جرن ايو عذر راكود عايان وحا يسكو قصايان كومنانك سقشنك بخورك ايا كين ايو ان قفك كواريرو كدبنا اي دهان ها هي جن ايا كفولي كدبنا بودك لا دعو سي ود هذا الكذا ولال ماشي وحا كسو ارك ولال عمره وح لا شيكين كره ما اهان دد كو دم سي عافيمات قبان او لسكو دخبوخي او لو شيكيسانايو او باشيخ سو غلايا هل مره لو ا مسايا سمي عادي وحا لا ركبا يا شيخ يا قران اي وح اسكو ددرايا او بلابايا وح ادكار اي وح او اقريو او سو قاس اي او سغ ميل لو قورن ماركا وحيا لا اقرنايا كبعدي dadki dhaan fiicna oo hadda qarkood kula sheekaysanayay waa ortaayaan waa boodaayaan gabdhi dharka iska siibayaan jirkoodi waa qaawinayaan darbiga qaar isla dhacayaan qaar hadii sixir soo hadal qaado waa daadanayaan qaar hadii isha la soo hadal qaado waa daadanayaan waxa kaloo la yaabay oo buu ugu yaab ka badnaad waxay ahayd meel oo hoolka weynka la isku quraan saarayo qaybta dumarka meel yar albaab ah marka albaabka inta quraan saarka socdo waa la xiraayaa wuu xiran yahay marka quraan saarka oo dhamaado oo si dhamaanayo
dadka waa la kala saarayaa marka meel baabka la furaa albaabka marka sixirka markii la dhaho sixir markii la dhaho intaas oo boqol oo gabdhooda kaceyso waa urtayaan indhaha wax mooga jeedaan gabdhihii wax ma arkayaan meesha waa la isku sheenayaa biyaa la isku daadinaa moqtahay waa wada dhiiqo meeshii la maraya shamiintada waa dhiiqo saliyaal ayaa marka wado ah u dhaxeyso oo dhiiqo eh marka wadadii qoyneed ee gabdhihii ku soconayaan waa ku ordayaan ayaga wax arkaynin indhaha waa xiran yahay indhaha isku hayaan macnihii dee qofku markuu xanuunsan yahay maanta rafanaa wax ma arkayaa moqta meeshii ku ordayaan qaarkood waa sanbaraxanayaan waa ku faayaan waa kasii kacayaan albaabka waxaa u maleysaa in macnaha eeba yaqaanaan bay gurigooda camal u galayaan meesha dalaq haddana qeybta kale lasoo gaarayaa isha haddana waa ordayaan qeybta kale umulsabyaanka waa ordayaan waa galayaan meeshii tamsiga maa la dhahaa taabashada waa galayaan ayagana kuwa madiidada camala laga wadaa meeshiiaa laisku shubaa buurto meeshii xarumahan qofka markuu booqanayo marka hore wuxuu bixin xitaa isagoona waxba aynu ku samaynin $3 boona $3 ayaad reseptionka ama meesha istiqbaalka ka qaadan kadibna suntan ay qaseen yacni sida ay qaaliga u tahay $60 $90 gabadha waxay sheegtay waxaa laga qaaday $60 sidoo kale waxay tiri waxaan arkayay haweeni qof dumar ah oo ay u qoreen suntan oo $90 laga qaaday waa $3 waa nambarkeeda koodooda $3 laga qaadayaa boona lagu siinaa saasaa ku kale dhaktarka markuu ku qaabilone daawada way kala dhaktarka sheekha markuu ku qaabilo daawada way kala lacag badan tahay daawo dad dhibaato badan sheek sheeganayaan daawadooda way ka lacag badan tahay anaga naag nala socotay oo nambarka nala goosata nambarka wixiga wadatay $90 lacaga laga qaaday anagana $60 noo soo qoreen shanta iska dhaaf hooye xidhahda marka mataqaanaa lixdankaa dhiibeena haye lixdanka dhiiba waa is lagu dhexay bas lixdan shan koodoor noo soo qoray lixdankii saas ku dhiibnay already $60 lacaga noola soo baxday xanuun iyo waxaa ahayn kama soo faa'iday xanuunkaygalay gatan faantay anoo caafimaad qabaa tegay waxaa ka sheeganaa markaas xanuun badanaa walaala kulma beynu kuma sheegay runtii waa nasiib xumo arrinka ugu khatarsan ee aan ka dhaxlay raggan ayaa ah in aan marayno qodobkan si fiican u dhegaysta marxalad ama ay dadka gaarsiiyeen in qofka gaar ahaan dumarka asagoo keligii ah uu ka baqo akhrinta qur'aanka ma ogtin arrinkan asagoo leh ama gabadha iyadoo isweydiinaysa amay wax kugu kacaan ama lagaa dhex hadlaa haddii aad qur'aanka akhriso in gabdhaha qaar ayagoo keligooda aynu qur'aan daari karin ayagoo ka baqayo isleh ama lagaa dhex qayliya arrinkan waa next level of khuraafaadka qur'aankana shaqo kuma lahan qur'aanka waa hudu haddaad cabsanayso qur'aanka markaad dhegaysato xaasilooni ayaa kugu soo degi laakiin khuraafaadkan ay sheegayaan qur'aan baa lagugu akhri kadibna waxbaa kaa qaylin qur'aanka shaqo kuma lahan qayladaana qur'aanka shaqo kuma lahan waxaan maqlay ama aan dhegaystayba qisada nin carab ah oo lahaa xarumahan cilaajka lagu magacaabo kadibna wuxuu dareemay muddo dheer markuu arrinkan kusoo dhex jiray in waxaanay yihiin khuraafaad qur'aankana aanan shaqo ku lahayn haddaba tijaabooyinka uu sameeyey ayaa ahaa inta uuna ka bixin mugdigaas qof loo keenay ayuu ku dul akhriyey si ku celcelina gabay iska caada mid ka mida gabayada imru'ulqays qifaanabkii mindigaraa xabiibin ayuu dhowr jeer kusoo celceliyey kadibna wuxuu yidhi qofka baa qayliyo hadlay sida adiga qur'aanku akhriya kol sida ay raggaasna leeyihiin arrinkan wuxuu muujinayaa in qur'aanka kariimka ah ay raggan ku ciyaarayaan wax yar mushacwadiintaas waxayna leeyihiin markii qur'aanka lagugu akhriyo ama qof qur'aan lagu akhriyo qofku wuu qaylin wuu isku dhexyaa haddaba annagoo u laabanayna qur'aanka kariimka qur'aan markii la akhrinayo xaalka waase yacni qof markuu qur'aan akhrinayo ama meel markii qur'aan lagu akhrinayo maxaa dhici xaaladu dadka qur'aankaas dhegaysanaya say noqon aan soo qaadana aayadda ugu horreyso ilaahay wuxuu yidhi wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun huduu deganaan qur'aanka markii la akhrinaayo dhegaysta aamusa huduu iyo deganaan ayaa laga qaadaa laakiin ma ahan qur'aanka ayaan si waali a u akhrin sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi acuudu billaahi min ashayطaan الrajiim allahu nazala axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathaaniya taqshaciru minhu juluudu اladiina yakhshawna rabbahum thumma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah qur'aanka marka la akhrinaayo dadku quluubtooda ayaa jilcayso quluubtooda ayaa jilcaysa ee ma ahan wax ku waalaayo qur'aanku ma ahan wax dadka waalaayo dadka ka qaylisiinaayo ilaahay wuxuu yidhi qur'aankan haddaan kusoo dejin lahayn buurta ugu weyn low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican khushuucana waa deganaan
iyo xasiloonimada ugu weyn. Qur'aanka hadii buurt ugu weyn lagu soo dejin lahaa oo shubmi lahaa deganaan awgeed. Laakiin dadkan waxay rabaan inay kugu qanciyaan in uu Qur'aanku yahay wax ku gubaayo, ku walaayo. Nigeria, ninkan waxaa lagu magacaabaa TB Joshua. Waa mubashir Kristan ah. Wuxuu lahaa kanaal ay ku xiran yihiin ku dhawaad milyan qof YouTube-ka. Waana nin Masiix Kristan ah. Hadaa muuqaalkan sawirkan hortanada ka muuqda, wuxuu sameynayaa wax u eg waxa bahda khuraafaadka ay sameynayaan ee aan ka hadlayno. Ninkan Kristanka ah wuxuu sheegayaa in uu jinni iyo ruux shariir ah ka bixinayo haweeneydan. YouTube-ka ayaa xiray kanaalkiisa kadib markuu khuraafaadkiisa caalamka oo dhan gaaray. Muuqaalkan Dr. Mustafa Mahmud oo ah mufakir Islaami Masri ah wuxuu leeyahay hawshanada anaga ka muslimiin ahaan ma ahan in aan ku mashquulno isweydiino jinni, sixir, cayn iyo xasad. Ilaahay keliya ayaa yaqaan sida ay u shaqeeyaan. Laakiin Rabbina biquul wala taqfu ma laysa laka bihi cilm in as-sam'a wal-basara wal-fu'aad kullu ulaa'ik kaana canhu mas'uula. يعني في حاجات مغيبة عنك ما تعودش تشطح وتنغبش وتدور عليها ده مش شغلك. لا تقف ما ليس لك به علم. أنا اديتك سمع وبصر وعقل. ربنا لم يسخر العفاريت إلا لواحد وهو سليمان مرة واحدة, واللي كانت خصوصية من خصوصيات النبي سليمان ما اشتركش معاه أي نبي في الحكاية دي خالص ولا أي حد. مسلمين تنا طبعا اسكما أين مشغولين جرين سيدا أوليه دكتوركو ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل كان وحان كلاسو بحينا سيداوك الحقيقة إن ما لها لغمة عاب علاجك أي مردو أمض إسلامك كسو كردين ويدي أنه لا حتى وحوليه هاي دكتور كان مرآنا فوقين أي مصر كسو كردين وحونا كتل ماما يكوى لحرماز إن أي دمانتو ديهين مرتزقة. Qur'aankana wax shaqay aanan ku lahayn khuraafaadkooda. Furashada dukaan Qur'aanka lagu iibinayo, laakiin qaab noocee ah, qaabka ugu xun. Ma fiish dakakiin waxad fadax dukaan iyo lakana abaaalig bil Qur'aan, wal xaqiiqa inuu mish biyaanig bil Qur'aan, da bihadar wi khaawi wi haawil yibhir innaas bi shwayt xagad khawariq wa xagad bil shaklin. Fa innaas tisabda' wa tanqad ili wal xaqiiqa inuu aagiz an inuu yashfi, la yastati' an yashfi. وانا شفت اكاذيب كثيره من هذا النوع قدام عيني. بالعكس المريض ازداد مرضا. يبقى اذا الخلاصه ان القران فيه بركه صحيح, لكن ما فيش حاجه اسمها دكان واحد قاعد بيرتزق ومحترف توزيع البركه القرانيه على الناس ابدا. القران في ايدك والمصحف معاك, ليه تروح لوسيط وكلهم كذابين وكلهم عاجزين عن انهم يشفوا مريض. كل الشفاءات اللي حصلت شفاءات وهمية, وبعدين يجي تاني يوم ينتكس المريض الى مصيبة ملهاش اخر. عبد الله ابن مسعود يا صحابك لحلقي مكلا جوغي حلي هذا قار وحي اهذي جرين ما لها اي قريش جوغان كدبنا قرآن كي يكدو الاخرين جرين أرن كان صورة كورن مركي قرآن كعبد الله بن مسعود مركو قرآن ككو أخرنا قريش هذه كورن أي قيليان أي دعان أي دهن جن أيانا كهدلي أما لده جن أيا كهدلي هدو متكمد صوح لها جن كوك لها حرفيا وحاقسب إن أي ديه لهاين هذا الكبان تايكسو العلينين أو أي نبيو كتل ما مايين أهيد ساحر المجنون نوالا قرآن كادات في رسخ لقصوا بالله بحلق النبي نوح إلى أي حلق رسولك صلى الله عليه وسلم إن تددك قوال السحر إبلايا كتل مانتو وحي أهين قال هذا قرآنك كما أركيسد قف مسلمة أما التاريخ ذا كما أركيسد قف مسلمة أو قال هذا أما مشركين تاس كتل ماما إني واليهين قرآنك هذا فيرينو أيضا نهرتنا ذا كموقضة ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وحليهن أصنام تأن عابدين موحان أغتغينا قبياوالا سيدوك ثم تولوا عنه وقال معلم مجنون انت اون قف كان واليا سحر بوقبا جن بوقبا اديك سنجرتي وامن مشركين تي قالداس فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون اله وعليه هذا الك اي كليه كاهن ام قف ولا اياتاي متهد حلق نبي نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وحضر كيسا إن مشركين تاس يا جالداس أيهين داتك كتل ماما داتك كالأنبياء إلهي كتل ماما يا صالحين تا إن إيواليين ما أركيسد قف مسلمه أذيك سنايو وادوالان تاي أما وادوالان تاي أما كاين باتاي هادان أرنك لأو إيمانو إسلام كأن نقانو حون ليهي هتابا جيرك قف دمر
aadan mahram u ahayn. Tusaale ahaan, aniga Umar waxaan ahay nin dhalinyaro ah, muuqaalkan dadka dhageysanayeen intooda badan waa dhalinyaro. Haddaba Islaamku wuxuu ku leeyahay qof dumar ah oo aadan mahram u ahayn ninkaadan dhalinyarada ah waa taabanin. Laakiin waxyaabaha aad ku arkayso xurumahaas raggaas ayaa ah in niman dhalinyaro ah weliba ay macquulta intooda badan inayna xaasas lahayn inay ku dhagan yihiin qabanayaan jirka gabdho iyo dumar. Gabdho iyo dumar maxay kala yihiin? Dabcan farqi baa u dhexeeya inay ku dhagayaan gabdho dhalinyaro jirkooda. Xageed ka keentay diinta haysataan? Shay cajiiba. Waxyaabihii ay gabadhaas kala soo kulantay waxaa ka mid ah ku goodinta in ay cilmu qeybka og yihiin wax u eg sida inay leeyihiin oo kale. Caruur baa naloo soo adeegsaday, yacni caalamka ay ku nool yihiin oo dhan waa caalam sixir iyo khuraafaad ka samaysan. Waxay aaminsan yihiin in dadkaas meesha imaanaya qaar ka mid ee masaamir sixira wataan, waxayna leeyihiin haddaadna soo bixinin waan idin ognahay. Haddaba keena meeshana kaamerooyin baa ku xiran sida ay leeyihiin. Meesha kaamerooyin baa ku xiran, moobilka waa mamnuuc, sida in uu yahay xarun military. Si sir ah ayaana gabadhaan ula gashay moobilka. Waxaan kaloo la yaabay markii qur-aanka loo soo fariisto oo shiiqu u soo fariisto mikrofoonku qabsanaya. Maantana wuxuu leeyahay dad baa nolosheyda ka xun, dad baa aan horumarkayga neceb, dad baa sixiro iyo waxyi soo adeegsadaan, dad inta fadhiyo oo meeshaan hadda nala fadhiyo oo intaasoo qofa oo laba qofa oo magacyaalkaas leh oo halkan fadhiyaan baa musbaaro soo geliyeen meesheyda. Marka musbaaro sixira bay ilmo yar usoo dhiibeen, waa istaqaaniin. Hadda xafiiskii uu imaada, haddii kaleeto waxaa heshiin baad leedihiin. Bismillah, ana waa la yaabay inuu sixir iyo wax meesha ku jiraan. Abo, waxaa ku ogaan kartaa dad meel fadhiyo in musbaaro loo soo dhiibay? Ada say ku ogaan kartaa? Say ku ogaan kartaa dadka magacyaalkooda? Wax aniga iga maajiyay ahayn oo maskaxdayda ilaa hadda ay la qiladahay. Haddaba xaalku waka Soomaaliyay meeshaas wax ka socdo waa ihaano iyo bahdil loo geysanayo qur-aanka kariimka. Qowlkaas Ilaahay in ay ku xiraan sixir iyo shacwada, sidaan soo sheegnay in aan marayna marxalad gabadha ama qofka uu keliga markuu yahay uu ka baqo in uu qur-aanka dhegaysto, waxaa heerkaas dadkaas gaarsiiyeyna waa xarumahaas iyo raggaas. Runtii waa mas-uuliyadna saara dhammaanteen in aan arrinkan muujinno. Yuutuubarada kalena waxaan ka codsanayaa inay ka hadlaan. Muuqaalkan intaan ay ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.